ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من استاك بأصبعه فإنه لم يحقق السنية، وذلك لاتصالها ببدنه، ويرون بأن استعمال المتوضئ عضوا متصلا ببدنه لا يحقق السنية، لا يحقق السنية. حتى قال بعضهم لو استاك بأصبع غيره أجزأه، لو استاك بأصبع غيره أجزأه، يعني لو قال لي من حوله يعني أدلك أسناني وكذا، قالوا تحققت السنية. وأيضا لهم بحث في مسألة خشونة الأصبع ونعومة الأصبع، فمنهم من يرى أن الأصبع الناعم لا تتحقق به السنية، لأن المقصود من السواك ما هو؟ التنظيف، كما يعني ذكر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كأبي العباس بن تيمية وغيره، قالوا التنظيف، لذلك هو ينظف الفم، ينظف الفم. قالوا فالأصبع الناعم لا يحقق المقصود، بخلاف الأصبع الخشن فإنه يحقق المقصود، يحقق المقصود. عموما يعني أصل المسألة أنها على السنية والاستحباب، ومن لم يجد سواكا فلا حرج بأن يدلك أسنانه بأصبعه، لا حرج أن يدلك أسنانه بأصبعه. وفي هذا أثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلي رضي الله عنه يعني من فضلاء الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، وله اختيارات، وكان يرجع إليه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الشاهد هنا، وبقية الأثر هذا سيمر معنا إن شاء الله في أحاديث مرفوعة في محله وفي بابه. يبقى قضية الاستياك بخرقة أو بمنديل مثلا، هل يحقق المقصود؟ الجواب نعم، يعني ما دام أن الأصبع يستاك به فكذلك الخرقة والمنديل لمن لم يجد السواك. نعم.